بجولة بروبرتي يورز اليوم رح نتعرف على كافة أنواع العقارات المتوفرة بلبنان، منشاء سكنية، مكاتب وفيلل بمختلف المناطق اللبنانية. خلينا نتابع سوا شو محضرنا فريق العمل لليوم، خليكن معنا. عجلتون سان جورج بروجكت فرز أراضي للسكن تطور بشكل كبير ونوعي خلال فترة السنة الماضية. موقعه بعجلتون على ارتفاع 700 متر من سطح البحر وتقصه معتدل صيف وشتاء. عجلتون سان جورج جيتد بروجكت بيمتد على مساحة أرض 46,665 متر مربع، ومن أبرز مميزاته مدخل خاص، طرقات ومساحات داخلية خضراء، أمفيثياتر وبلاي جراوند. موقعه استراتيجي على بعد أمتار من الطريق العام ومصمم بشكل مدروس وغير مضر بالبيئة. أما مساحة الأراضي للبيع 2000 متر مربع ومفروض. Exclusive Gated Residential Project موقعه بين البحر ومراكز التزلج وقريب من أهم المراكز التجارية والترفيهية والطبية بالمنطقة. راس الجبل فيلاز ريزيدنشال بروجكت بمنطقة راس الجبل علي مقابل تلة 338 على ارتفاع 888 متر عن سطح البحر وبيمتد على مساحة أرض 18,000 متر مربع. مؤلف المشروع من 13 فيلا مساحتهم بتتراوح بين 800 و1200 متر مربع، وكل فيلا مؤلفة من طابقين أو 3 طوابق. Gated Project آمن وخدمات عديدة مأمنة، Security وMaintenance Team 24/24. كل فيلا مستقلة تابع لها Private Garden حوالي 1000 متر مربع، مدخلين وباركينج خاص. من أبرز المواصفات Private Generator، Elevator بكل فيلا، تجهيز تشمني وسويمينج بول، Maids Room ودرايفرز روم. راس الجبل فيلاز بمدينة علي قسم كبير منه جاهز للسكن، بحاوط المشروع مساحات خضراء وحوالي 2000 شجرة داخل المشروع مع فيو على البحر والجبل. سيلو ريزيدنس توي سكني ببيروت مؤلف من 3 بلوكس و 88 أبارتمنت، موقعه بأبرز نقطة بشارع الانطاري، كاشف على فيو المرفأ وسط المدينة والجبل. مؤلف التاور من 3 بلوكس ومساحة الشقق بتتراوح بين 215 و 440 متر مربع، البعض منها دوبلكس مع تيراس. قسم من البروجكت جاهز للسكن، أما آخر قسم بيتسلم بعد سنة ونص. لوكجري تاور وخدمات عديدة، بول، سبا، ملعب، جيم وسيكوريتي 24/24. مواصفات عالية بالعمار، 3 هاي سبيد إليفيتورز بكل بلوك، كيتشنز وباثرومز أوروبية، VRV AC سيستم، ساوند بروف جليزينج ولو إي للحماية من أشعة الشمس وعزل الحرارة. استثنائياً ستارتينج برايس 3000 دولار بالمتر لبلوك سي، والتقسيم والفينيشينج على الزبون.
أكد خبير عقاري من شركة تطوير مصر العقارية أن الشركة بتستهدف مبيعات بنحو 6 مليارات جنيه أي 348 مليون دولار بالعام الحالي مقارنة مع 6.7 مليار جنيه بال 2018. واعتبر الخبير أن عدد وحدات مشروع فوكابي المتبقية قليلة جداً وأنه معقول يتغير رقم المبيعات المستهدف بحال الحصول على أراضي جديدة. هيدي كانت حلقتنا لليوم. راسلونا على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com، كما وفيكم تتصلوا فينا على الرقم اللي عم بيظهر على الشاشة. زوروا propertyyours.com، صفحتنا على الفيسبوك ومتفي.com.lb/programs لمزيد من المعلومات. أنا بلاقيكم بحلقة بكرة بنفس الوقت مع مزيد من الأخبار العقارية. خليكم على موعد.